Un jour, chers téléspectateurs, voici les titres de ce journal. Le président de la République, Sa Majesté Son Excellence Son Altesse Royale Abdelaziz Bouteflika, a prononcé un discours au cours duquel il a abordé le sujet, un sujet très important. هاد الحادثة وقعت في 59 وكان بطل تاعها سي عبد الله. هاد سي عبد الله كان يخدم عند الكولون في الدالية في هذاك الوقت. في هذاك الوقت عبد الله هذا كلا بزاف هذاك النهار. شا يدير؟ يدخل في وسط الدالية ويعطيها بخريا. حاشاكم عظم عافاكم. يتلاقى مع المجاهدين الأحرار يحروا البلاد، يحروا البلاد. قالوا له واش بك الحال سي عبد الله؟ قال لهم راك تشوف واش صار فيا، الكونوج حرش عليه الكلب على خاطر شخريت في وسط الداليه. قالوا له ما تستخرش، ارفع راسك، ارفع راسك، ارفع راسك، الجزائر قريب تستقل. وخراوي الحبيس، خراوي الحبيس، خراوي الحبيس.